صباح الفل على كل حبايبنا الاهلاويه، معاكم احمد عصام من ملعبنا الاهلي والسلام، وحلقه جديده من برنامج يلا يا اهلي. ماتش النهارده ان شاء الله هيكون قدام اف سي مصر الساعه 8 بالليل على استاد الكليه الحربيه، والملعب دوت طبعا لينا فيه ذكريات جميله جدا وسعيده، يكفي انه شهد تاني احلى وش رجل في تاريخ نهائي دوري ابطال افريقيا. وبنفكركم بالاستوديو التحليلي على قناتنا ان شاء الله قبل المباراه بساعتين مع الكابتن ايمن شوقي. فريقنا بيدخل ماتش النهارده وهو على القمه وبطل الدوري برصيد 73 نقطه، واف سي مصر في المركز ال17 وقبل الاخير برصيد 20 نقطه. يلا بينا. طبعا ماتش النهارده هيعتبر ان شاء الله اول تجاربنا التحضيريه لمباراه الوداد في نص نهائي دوري ابطال افريقيا. طبعا الحمد لله احنا حسبنا الدوري بدري وعندنا 7 جولات هنجرب بقى فيهم وهنعمل كل حاجه. وخلينا بقى نبص بصه سريعه على الدوري الموسم ده وايه اللي حصل فيه. وادبيا عشان نبتدي الكلام فهنتكلم عن المدير الفني في البدايه مسيو غيني. وبالمناسبه بقى عايز اقول لكم ان انا ابتديت اتعلم لو فرونسي الفتره دي، عشان لو كسبنا بطوله افريقيا ان شاء الله مش هينفع نعمل حلقه عاديه، فهنعمل حلقه اون فرونسي اوسي. مسيو غيني او مستر فايلر هو كسب الدوري طبعا الحمد لله، يعني حسمه تقريبا في الدور الاول. لعبنا 16 ماتش متتالي بلا اي هزيمه، ده طبعا تاني اكبر رقم نحققه بعد اللي حققناه مع مانويل جوزيف 2005، كان الجيل الرهيب اللي قدر يتوج سنتها برضه ببطوله افريقيا. ان شاء الله مستر فايلر السنه دي لسه قدامه بطوله كاس مصر ودوري ابطال افريقيا، وممكن يحقق الثلاثيه التاريخيه لاول مره في تاريخه. مستر فايلر قبل تجربة الأهلي كان عنده تجارب كتير طويلة، وتجربة الأهلي تعتبر سادس أطول تجربة ليه بعد ما لعب 41 مباراة مع فرقتنا. مستر فايلر عمل تجارب في سويسرا وفي بلجيكا وكمان في ألمانيا وفي مش فاكر كان فين تمام، يعني المهم يعني هو كان عامل تجارب كتير جدا، لكن المهم بالنسبة لنا ان التجربة بتاعت النادي الاهلي هي سادس اطول تجربة ليه قبل ماتش النهاردة، هو لعب 41 مباراة بالتمام. سألت مستر فايلر في المؤتمر الصحفي بعد ماتش المقص عن تقييمه للموسم دوت اللي قدر يحقق فيه بطولة الدوري في اول تجربة ليه خارج قارة اوروبا. الحقيقة الراجل قال انا كنت راضي جدا عن الموسم دوت، والحقيقة هو وصف الموسم دوت ان هو مقسوم نصين. النص الاول اللي كان فيه نتائج مبهرة وانتصارات كبيرة وسلسلة انتصارات متتالية وكمان تجربة لعيبة كتير وعمل روتيشن بمزاجه، والجزء الثاني بقى اللي حصل بعد العودة من التوقف اللي كان فيه روتيشن بس للأسف كان روتيشن إجباري وكان فيه انخفاض إلى حد ما في مستوى الفريق. سيرفايلر وصف الانخفاض في المستوى دوت بأن هو يرجع لسبب فرق النقط الكبير قوي مع أقرب منافسنا اللي هم بعيد جدا عننا، ده اللي خلى اللعيبة تلعب شوية بأريحية وده خلى الأداء إلى حد ما يبانش بالشكل اللي احنا بدأنا بيه الموسم، ده غير كمان الإصابات الكتير والغيابات عن الفريق. لو جينا بقى نقيم تجارب مستر فايلر دي هنلاقي تجربته هنا في النادي الاهلي هي التجربه الانجح عن كل التجارب اللي عملها في اوروبا. مستر فايلر حقق معدل نقاط 2.44 نقطه في المباراه الواحده هنا مع النادي الاهلي، ويجي بعديها تجربته مع النرخت الناجحه برضه. المعدل النقط ده بيتحسب ازاي؟ هو بيجيبوا كل الماتشات اللي لعبها وبتتحسب الفوز بثلاث نقط والتعادل بنقطه والهزيمه بدون نقطه، حتى لو هو ماتشات كاس او ماتشات اقصائيه والكلام دوت. فمستر فايلر طبعا معدل نقاطه هنا عالي جدا في ال 41 مباراه اللي لعبهم وقدر بيهم ان هو يحسم لقب الدوري، ولسه عنده كمان بطولتين. مستر فايلر في مسيرته قدر ان هو يتوج بلقبين دوري، واحد معانا وواحد مع اندرلخت، ولقبين سوبر محلي برضو عمل نفس الكلام مع اندرلخت ولقب سوبر محلي معانا برضو. مستر فايلر لسه عنده الامكانيه ان هو يقدر ان شاء الله يحقق كمان بطولتين الموسم دوت، ده غير البطولات الكتير اللي ممكن يحققها وهو مكمل معانا ان شاء الله. في 28 مباراة لعبناهم في الموسم دوت قدرنا نسيطر على كل الأرقام القياسية، أكتر عدد نقط، التتويج قبل 7 ماتشات من نهاية الموسم، ده كمان غير الأرقام القياسية في أكتر فرقة سجلت أهداف، وأقل فرقة استقبلنا فيها جوال، وأقل فرقة تلقت هزايم. وفي الفترة دي مستر فايلر جرب 4 طرق لعب قدرنا بيها إن احنا نكسر الدنيا في الموسم دوت، ما تيجوا نبص عليهم في الشاشة دي ونجرب كده الـ4 طرق دول مع بعض.
نروح بقى لفقره الشاشه اللي كنا عايزين نستخدمها من اول الموسم بس ما كانش عندنا وقت الحقيقه، كان في ضغط ماتشات وبنجري قبل كل ماتش، لكن دلوقتي احنا عندنا فرصه نلعب ونجرب. هنتكلم على الاربع طرق لعب اللي لعب بيهم مستر فايلر الموسم دوت. هو طبعا طريقته المفضله 4-2-3-1، لكن شفناه في اخر الدوري في اخر ماتشات لعب بطريقه 4-4-2، لان كان عندنا مشكله طبعا في الاطراف اللي كانوا بيلعبوا في طريقه 4-2-3-1، في غيابات وفي اصابات وفي حاجات كتير كانت عامله لنا مشاكل. فالراجل قرر ان هو يعتمد على مروان محسن واليو باجي في الهجوم عشان يحل مشاكل، وبالفعل الطريقه دي كانت فعاله الى حد ما، وقدرنا نستفيد من الاثنين فراوده اللي موجودين في القائمه. لكن مستر فايلر بعيدا عن 4-2-3-1 لعب في الدور الاول برضه في وقت ما كنا بنحقق نتائج كبيره وعاملين شغل عالي، يعني لعبنا بطريقه 4-1-4-1، والحقيقه الطريقه دي برضه كانت فعاله في بدايه الموسم، جربها في اكتر من مباراه وقدرنا ان احنا نحقق بيها نتائج كويسه جدا. لكن بقى رجعنا بعد التوقف مع الاصابات الكتير والازمات اللي كانت موجوده والغيابات، مستر فايلر جرب طريقه 4-3-3 ودي لعبنا بيها ماتش واحد بس وما كررناهاش، والحقيقه دي يعني كانت تجربه من مستر فايلر، كانت مغامره ساعتها، لكن قدر ان هو يتعرف على نقط القوه والضعف فيها وما جربهاش تاني من ساعتها. عندنا لسه فرصه في الماتشات اللي جايه مستر فايلر يجرب بقى ويشوف حلول جديده قبل ماتش الوداد ان شاء الله في شهر اكتوبر اللي جاي، وهنبتدي من ماتش النهارده. يا ترى بقى مستر فايلر مخبلنا ايه في جعبته هيقدمه لنا النهارده قدام الفريق اللي بيحتل المركز قبل الاخير في مسابقه الدوري. ماتش النهارده قدام اف سي مصر هيشهد عوده احمد فتحي اللي غاب عن الماتش الاخير بعد الطرد اللي حصل عليه في ماتش الاتحاد. طبعا مش هنتكلم على الطرد دوت عشان احنا اكبر من كده. المهم خلينا في ماتش النهارده اللي هيكون فيه تغييرات كتيره في التشكيل، ده متوقع، زي ممكن مثلا نشوف محمود كهربا بيبدا اساسي او حسين الشحات هياخد فرصه بعد فتره غياب طويله وقدر ان هو يرجع الفتره اللي فاتت في التدريبات ويكون جاهز ان شاء الله لماتش النهارده، او نشوف عناصر واعده زي فخري او شكري او عربي بدر يقدروا ياخدوا فرصه النهارده. طبعا عربي بدر سجل اول ظهور ليه في مباراه المصري لكنه بعد كده ما شاركش تاني في الموسم دوت. نتمنى بقى نشوف عناصر جديده بتشارك مع الفرقه في الفتره اللي جايه. طبعا ماتش النهارده قدام اف سي مصر هيدي فرصه لمستر فايلر ان هو يتحرك في التشكيل شويه، لان الفرقه الحقيقه شكلها مصره وحالفه ان هي تنزل للدرجه الثانيه. فريق اف سي مصر بيقدم نتائج سيئه للغايه، ويكفي ان هو كسب 3 ماتشات بس الموسم دوت، اخرهم قدام الجونه يوم 22 اغسطس، وبعد كده بقى تعادلات وهزايم ويخرج من غير ما يسجل. ده اللي ادى الرحيل كابتن خالد جلال عن تدريب الفريق، واعتذر الحقيقه ان هو يكمل، وكمل مكانه كابتن طارق عبد الله اللي لعب الماتش الاول ليه قدام طنطا وانتهى بالتعادل السلبي. فريق اف سي مصر طبعا ما عندهاش عناصر خبره كتير، يمكن منهم رضا الويشي واحمد سعيد اوكا ومحمود توبه، دول ابرز العناصر الموجودين فيهم، ونتمنى ان شاء الله النهارده نشوف مباراه كبيره من فرقتنا نقدر نجرب فيها عناصر كتير قبل ماتش الوداد المهم. وبفكركم ان شاء الله بكره في ماتش مهم جدا بين الوداد والرجاء، كان مؤجل في الدوري المغربي، يعني نتمنى كلنا بقى نبص عليه ونشوف الفرقه عامله ازاي. الحقيقه انا عندي تحفظات كتير على اداء الوداد، نتمنى ان شاء الله نستغله في ماتش نص النهائي، ونشوفكم بقى ان شاء الله يوم السبت اللي جاي وماتش طنطا اللي هيكون هنا على ملعبنا ان شاء الله. ويلا يا اهلي.